السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيناريو القاضي رئيس نادي القضاء. سهل وبسيط، سهل وبسيط. زوجته شيماء هددته بفساد مستفحل، فرسم خطة لقتلها هو وصديقه، لأن جسمه البدني ما يقدرش عليها لوحده، وما يقدرش واحد في مركزه يفحر قبر 2 متر في متر ونص. فالقبر اللي حفره صديقه، لان هياخد في الموضوع نص مليار. فاللي حصل الغلطة اللي ارتكبها القاضي، انه بلغ باختفاء مراته بعد ما دفنها هو وصديقه. ولكن سيادة القاضي، حضرات المستشارين، عندما نزلنا كاميرات المراقبة والخروج والدخول من المول، لقينا ان التاريخ بعد دفنها، اي بعد اختفائها سيادة القاضي، باربعة ايام وهي يا سيادة القاضي مذيعة الهيروين المشهورة. فالموضوع كله كان فيه هيروين، وكان فيه فساد، وكان فيه ناس كبار. فالنهارده صديقه، عشان يطلع منها سيادة القاضي، سيادة المستشارين، عشان صديقه، خلي بالك الغزة هتيجي من صديقك. هو اتفق معاه بنص مليار، ولكن صديقه خاف وارتاب، لأن البوليس شك فيه البوليس المصري. مفيش بعده بوليسي، واخد بالك انت ازاي؟ أحلى تحية البوليس المصري لما يحب يجيب واحد هيجيبه. المهم سيادة القاضي حضرات المستشارين، لحظة شوية، القضية واضحة وصريحة، والقضية قامت سيادة القاضي مع سبق الإصرار والترصد ووجود أداة الجريمة والدافع للجريمة، ألا وهو الخوف والرعب من هذه الشقراء ذو 20 ربيعة. عندما تعرف عليها كانت بتشد هيروينة، وهو بيشد هيروينة فقرروا انهم يتزوجوا ويعملوا قصص حزينة. وهي القصة الحزينة عزيزي المشاهد، قصدي سيادة القاضي حضرات المستشارين، صديقه عشان يطلع منها ثبتها عليه اكتر مع سبق الإصرار والترصد، والاتنين ان شاء الله اعدامي شنقا. شفتوا الغباء؟ خلي بالك لما تصاحب. انا شفته وهو بيضربها وهو بيدفنها وهو بيحط عليها البتاع. عزيزي سيادة المستشارين، اين كانت المواد الكيماوية؟ هل كانت موجودة في هذه الليلة؟
يقول الشاهد لقد ذهبنا لكي نفرجها على الفيلا، فكان القبر محفورا ايها القاضي، واخد بالك انت ازاي؟ وبعدين يا سيادة القاضي ما فيش سوبر ماركت حوالين المزرعة عشان يصدروا مادة النترات الامونيا عشان يشوهوا بها ايه خليتها الجميلة، واخد بالك؟ كانت مزة يا سيادة القاضي وهو عنده 60 سنة، فتخيل بقى، ولممها من الشارع واهلها ناس غلابة طبعا. سيادة القاضي أن نطلب بأقصى العقوبة على هذا المتهم، لأن القضية واضحة كما قضية نيرة، كما قضية نيرة، بل قضية نيرة جاءت في عز النهار قدام على ملء من الناس بدافع الحب الوهمي، واخد بالك يا سيادة القاضي؟ أما القاضي هذا رئيس نادي القضاء، مش عارف اللي اسمه التخين ده، واخد بالك انت ازاي؟ كان بدافع الخوف من فساد، فالجريمة يا سيادة القاضي جريمتين، جريمة الفساد سيادة المستشارين التي ارتكبها هذا القاضي قبل أن يرتكب الجريمة الثانية، ألا وهي التدبير والحفر والنفق واشتراء المواد الكيماوية. ومين يا سيادة القاضي اللي هيشتري مواد النترات؟ واخد بالك، هروح لسيادة القاضي بنفسه يشتريها؟ عايزين نشوف مين اللي اشتريها له يا سيادة القاضي. وتبين التحقيقات ان صديقه هو اللي اشتراها وهو اللي جابها، يبقى صديقه، واخد بالك؟ ففي جهات عليا سيادة القاضي لازم تاخد في الحسبان، مش عايزين القضية، واخد بالك، تترسي على واحد، بدل راس يبقوا راسين، وبدل اعدام يبقوا تأبيدة. سيادة القاضي لابد ان نصحى الى هذا، لابد ان نصحى الى هذه النقطة سيادة القاضي وايها المستشارين. اديها شفطة واستراحة قصيرة ثم نعود اليكم لنصدر الحكم. نعود إليكم بعد قليل. محكمة، رفعت الجلسة عضو عشان سندكو سودة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الشهادة الشهود والدفاع والنيابة والبدنجان، قد توصلنا إلى مفاجأة خطيرة أن المتهم الذي أمامنا ما هو إلا ضحية لمؤامرة كبرى من الأخوان، وقد تبين أن الذي قام بهذا هو نفس الشخص صديق هذا القاضي الجليل الذي زرعوه الأخوان ليكون صديقا له. وعلى اطلاع بالمحاضر وجدنا ان في علاقة ما بين صديق رئيس نادي القضاء، واخد بالك انت ازاي؟ صديق لخيرة الشاطر، عشان كده خيرة الشاطر عمل له خطة جهنمية ما تخرش المية، واخدين بالكم سيادة المستشارين؟ فكانوا يزجوا بهذا القاضي الجليل لجاي يزجوا بنزاهة القضاء المصري، واخد بالك انت ازاي؟ ونزاهة القضاء المصري لا يعلى عليها، فهي بتحكم بالاعدامات في يوم 30 يونيو على ناس ابرياء، واخد بالك انت ازاي؟ فكان هذا دافع قويا عزيزي المشاهد من الاخوان ان هم يزرعوا واحد في قلب المزرعة، مش هي مزرعة خدوها فزرعوا واحد فيها، اللي هو صاحب مين؟ اللي هو صاحب ايه؟ صاحب القاضي الجليل اللي عايز يشتري مزرعة لمراته حبيبته، فخدوا مراته قتلوها، واخد بالك انت ازاي؟ فاختفت هي الولية، واخدين بالك يا ست المستشارين؟ واخد بالك، وبعد كده الراجل راح، واخد بالك انت ازاي؟ فدبسوها فين؟ في سيادة القاضي الجليل، حتى تشويه القضاء وتشريه الوزارة العسكرية اسمها ايه؟ وزارة العسكرية، واخد بالك انت ازاي؟ انا معرفش يا سيادة القاضي. وإليكم إلى حلقة قادمة هنشوف ايه السيناريو اللي هيجرى، واخد بالك؟ وقد قررنا بإعدام أوباما المصري. رميا بنايكي، واخد بالك؟ يا زمن نايكي، يا زمن نايكي، مفيش أنيك منك. يا زمن نايكي، ما شفتش أنيك منك.